لو الحكاية فيها إن فيتو. تفضل يا باشمهندس. إن شاء الله احنا قمنا بسحب عينة من السيارة عشان نحدد درجة النظافة بتاعة القمح اللي بناء عليها هيتحدد السعر. طبعا القمح اللي قدامنا ده قمح نظافة 23.5 إن شاء الله هيتحاسب عليه المورد ب 420 جنيه طبقا لتعليمات وزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله بدأنا السنة دي استقبال القمح المحلي وإن شاء الله فيه توافد من المزارعين على عملية التوريد، والشونة بتستلم القمح طبقا لدرجات النظافة والأسعار اللي حددتها الوزارة، وإن شاء الله المحصول السنة دي فيه ارتفاع وإن شاء الله نحقق المستهدف اللي الوزارة مستهدفة في ظل المساعدات اللي الوزارة بتقوم بها للمزارعين، وبنحاول نذلل أي عقبات تواجه عملية